ختام البطولة الحقيقة، ختام هذه البطولة الكل ينتظر ختام رائع طبعا من الناحية التنظيمية كالعادة وكل شيء، ولكن الكل ينتظر المنتخب الجزائري ضد المنتخب السنغالي. ومن وجهة نظري ان الواقعية في هذه البطولة هي السيدة في بطولة كأس أمم مصر 2019، لأنه من أول يوم والناس كلها تقريبا أجمعت على، أو كل الخبراء الرياضيين أجمعوا على أن الجزائر والسنغال هما أفضل منتخبين ويستحق الوصول النهائي. بالفعل تأكيدا لكلام حضرتك، أكتر منتخبين راحوا عملوا صنعوا فرص، وأكتر منتخبين أهدروا فرص. منتخب الجزائر رقم واحد، منتخب السنغال رقم اثنين. إذا تأكيد أن البطولة كانت عادلة بالنسبة للاثنين، الاثنين أقوى منتخبين في البطولة هم الجزائر والسنغال، هم اللي وصلوا نهائي. يمكن أنا شايف أن المباراة دي هيفصل فيها بعض التفاصيل الصغيرة، التفصيلة الصغيرة هي اللي هتفرق في مباراة زي النهائي دي. يعني ضربة ركنية، ضربة ثابتة، خطأ من مدافع، الحاجات دي هي اللي هتحسم المباراة، زي ما شفنا مثلا رياض محرز في المباراة اللي فاتت خلص بضربة ثابتة. يمكن لو شفنا بقى الأرقام بتاعت رياض محرز وساديو مانين، نجم الفرقة هنا ونجم الفرقة هنا، يمكن ده اللي يعني اللي هياخد البطولة أو اللي هيساهم في الفرقة، هو اللي هياخد، اللي هيقترب طبعا من أفضل لاعب في البطولة وهينافس بقوة على أفضل لاعب في أفريقيا، سواء رياض محرز أو ساديو مانين. هنبص نلاقي إن رياض محرز لعب 6 مباريات، ساديو مانين لعب 5 مباريات. رياض محرز مسجل 3 وساديو ماني مسجل 3، الاثنين متساويين في عدد الاهداف. صنع اهداف اسيست، ساديو ماني بيتفوق. صنع فرص لزملائه، الاثنين متساويين، صنعوا 4 فرص. بالنسبه للمراوغات الناجحه، ساديو ماني 20 مراوغه ناجحه، هو الاعلى مراوغات ناجحه في البطوله. بالنسبه للرقم 20 مراوغه ناجحه. المحاولات على المرمى، رياض محرز راح على الجون اكتر 12 محاوله، ساديو ماني 11، الاثنين المحاولات الصحيحه على المرمى بتاعتهم 6، اثنين متساويين. نيجي بقى لأهدر فرص محققة، هنلاقي إن ساديو ماني ضيع 5 فرص. رقم كبير، تاني أكتر لعيب في البطولة مضيع فرص، لكن رياض محرز مضيع فرصة واحدة بس. دقة التمريرات يعني متقاربة 75-77، نسبة الفوز بالالتحامات متقاربة، إذن الأرقام متقاربة جدا ما بين رياض محرز وساديو ماني، الحاجة الوحيدة بس اللي فارق فيها ساديو ماني وهي المراوغات الناجحة اللي هو الحل الفردي في الواحد على واحد. دي الحاجة الوحيدة اللي متفوق فيها ساديو ماني على رياض محرز بفرق. لكن طيب، الارقام بتاكد ان الاثنين متقاربين جدا، الاثنين متقاربين جدا في كل شيء الحياه. طيب خلينا نروح بقى للغز بالنسبه لي، نيانج ده راس حربه السنغال. راس حربه بيلعب في المنتخب السنغالي حواليه ساديو ماني وحواليه بقيه اللاعبين الجامدين جدا في المنتخب السنغالي، في نفس الوقت من اقل رؤوس الحربه اللي الواحد شافهم في حياته يمكن، ومع ذلك بيلعب دائما وبشكل مستمر. ايه السر؟ هو محطه قوي جدا بدنيا فقط، هو بيحب اللي هو اليوسيسي فكره ان انا عايز انزل مهاجم قوي بدنيا يضرب في الدفاع يتعبهم بدنيا وينزل ديني اللي هو لوكاس ديني الشوط الثاني. لكن انا شايف متفق مع حضرتك ان نيانج يمكن مهاجم قليل جدا على السنغال بالارقام، في باص الكره بتجيله ساعات ما بيعرفش يرجعها. انا بحس ان هو يعني صعب جدا. انا يعني نبص في الارقام، هو المهاجم ما سجلش ولا هدف. مهاجم السنغال ما سجلش ولا هجم ولا هدف في البطوله، 6 مباريات ما سجلش ولا هدف، لكن بغداد بنجاح 6 مباريات مسجل هدف، صنع اهداف الاثنين عاملين اسيست 1، صنع فرص لزملائه بغداد بنجاح اكتر، صنع 5 فرص، لكن نيانج صنع 3 فرص. عدد المحاولات على المرمى 18 محاوله بغداد بنجاح، 17 نيانج. بص بقى حضرتك على الرقم، الرقمين اللي جايين دول مهمين جدا جدا جدا. عدد المحاولات الصحيحه على المرمى للاثنين، بغداد بنجاح 4 بس من 18، نيانج 4 بس من 17. بغداد بنجاح مضيع كام فرصه؟ 7 فرص، اكتر لعيب في البطوله مضيع فرص بغداد بنجاح، ونيانج مضيع 3 فرص. ده بياكد ايه؟ ان الاثنين الفراوده، بغداد بنجاح مهاجم ذو قيمه كبيره جدا ومميز جدا بالضغط العالي والدور الدفاعي برضه مهم جدا وبيروح على الجون كتير وبيعرف يتحرك بشكل مميز قوي، ولكن عنده سوء توفيق في البطوله. على مدار البطوله ما شفناش اللي هو المهاجم اللي الفينش بتاعه عالي في الفرق كلها، في المنتخبات كلها ما كانش فيه مهاجم اللي هو الفينش بتاعه قوي الا ايجالو في نيجيريا. يعني لما تتكلم في بغداد بنجاح اكتر لعيب مضيع 7 فرص كتير جدا، نيانج مضيع 3 فرص، المراوغات الناجحه الاثنين متقاربين، الالتحامات الثنائيه الاثنين متقاربين. لكن لما لعيب زي بغداد بنجاح يروح على الجون 18 مره منهم 4 بس صح، ونيانج 17 منهم 4 بس صح، ده برضو بياكد ان حاجه غريبه جدا، المستوى الفينش قليل جدا عند الاثنين المهاجمين. يوسف البلايلي
يوسف البلايلي وكيتا بلدي، واحد من اهم اثنين لعيبه الحقيقه انا بعتبرهم بعد رياض وساديو ماني اهم اثنين لعيبه، سواء يوسف البلايلي او كيتا بلدي. يوسف البلايلي يستحق ينافس على جائزه افضل لاعب في البطوله، هو اللعيب يعني المهدور حقه اعلاميا. يمكن رياض محرز طبعا الاضواء ليه لانه هو الاكثر تاثير، ولكن انا بشوف ان يوسف البلايلي بالارقام هنلاقي ان هو من اهم اللعيبه في البطوله. لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين كيتا بلدي، يمكن هو مسجل هدفين يوسف البلايلي، طبعا كيتا بلدي مسجل هدف واحد بس. بس نركز تحديدا على ارقام يوسف البلايلي لانه موجود في قائمه الاكثر صناعه للفرص في البطوله. يعني الثاني بعد وهب الخزري هو الثاني يوسف البلايلي 14 فرصه. موجود في قائمه الاكثر مراوغات ناجحه في البطوله 13 مراوغه. نسبه نجاحه في المراوغات 48%. موجود في قائمه الاكثر محاولات على المرمى في البطوله 8 محاولات ب 62.5%. موجود في قائمه الاكثر الفوز بالتحامات 45 بنسبة نجاح 51%. إذا أرقام يوسف البلايلي بتأكد إن هو يستحق ينافس على جائزة أفضل لاعب طبعا مع ساديو ماني ومع رياض محرز. لكن كيتا بلدي أرقامه قليلة جدا، يمكن أحرز هدف واحد بس، صنع أربع فرص بس. أنا بيظهر بمستواه الحقيقة، بس هو واحد من أهم اللعيبة. هو المهم يظهر بمستواه، يعني مش عايزينه يظهر في مستواه بكرة، لكن أنا أقصد إن أو يوم الجمعة يعني، ولكن الأهم إن هو يظهر بالنسبة له يعني إن هو يظهر بمستوى جيد في المباراة. أنا بشوف كيتا بلدي بيظهر في الفرق اللي هي يعني لما بيروح الفرق الأقل شوية اللي هي بتلعب على الهجمة المرتدة. لما كان بيلعب في الفرق في الدوري الإيطالي لما بيلعب على الهجمة المرتدة كان بيبقى فيه مساحات وسرعات، عكس لما بيلعب مع منتخب السنغال. منتخب السنغال هو اللي بينزل فارض شخصيته زي النادي الأهلي كده، بينزل بيفرض شخصيته على أي فرقة، فبتبقى المساحات قليله. فكيتا بلدي محتاج الفرقه اللي هي بتبقى يعني بيظهر اكتر مع الفرقه اللي هي بتبقى اقل عشان بيبقى فيه مساحات وفي هجمه مرتده. طيب يعني مقارنه ما بين كوليبالي وجمال بالعمري، لكن خلاص كوليبالي مش هيلعب بس هتفرق يعني هتفرق بقى ان دول احسن اثنين مدافعين دلوقتي في افريقيا في البطوله. مقارنه مهمه جدا جدا في حاجه هتبين لحضرتك دور كوليبالي مع الفرقه. ده كوليبالي لا اصل كوليبالي ده اغلى اغلى مدافع في البطوله، ممكن يبقى اغلى مدافع في العالم كمان في البطوله. فان دايك يعني لا ما هو دلوقتي فان دايك في العالم فان دايك، بس هو في احتمال كبير ان هو ينتقل الى ريال مدريد بمبلغ يفوق ال 80 مليون يورو، وبالتالي ممكن جدا يكون افضل مدافع في العالم، اغلى مدافع في العالم طبعا. وهو حاليا مدافع نابولي 58 مليون، رقم كبير. يمكن ارقامه ان هو لعب 6 مباريات، في الست مباريات اللي لعبهم منهم 5 شباك نظيفه في ظل وجوده. جمال بالعمري مدافع الجزائر برضو واحد من افضل المدافعين في البطوله، هما الاثنين يستحقوا التحيه على البطوله، وبالتاكيد الفريق البطوله هيبقى فيه الاثنين دول، الاثنين المساكين دول. يمكن جمال بالعمري الشباك نظيفه 3 في 5 مباريات. يوسف الطحال، يوسف عطال الباك اليمين، بس هو باك يمين يوسف عطال. ايوه انا بقول لك، واعتقد ان هو طبعا يوسف عطال لانه واحد من افضل اللاعبين، هو طبعا حظ الجزائر وحش ان هو مش هيبقى موجود في المباراتين طبعا، لكن لكن كقلبين دفاع جمال بالعمري ناحيه الشمال وخليدو كوليبالي ناحيه اليمين. نعم. هنبص بقى على الارقام، هنلاقي ان هو شتت الكره اكتر، 21 و18 طبعا الاثنين ارقامهم كبيره يعني. تدخلات دفاعيه 7-4، تاكلنج الصحيح هو جمال بالعمري الاكتر، هو مميز بحته التاكلنج الصحيح. نبص بقى على الرقم اللي هو المميز قوي 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 عند خليدو كوليبالي اللي هيفتقده منتخب السنغال في النهائي. خليدو كوليبالي عامل 90 تمريره طوليه، 90 لونج باص في 6 مباريات، رقم كبير جدا. فده يعني نسبه دقه التمريرات بتاعته واصله للنص 52%، فده بياكد هل يعني لما نبص هنا دلوقتي هم بيلعبوا بالاربعه اللي ورا خليدو كوليبالي وشيخو كوياتي، لما يجي كوليبالي ما يكونش موجود مين اللي هيحضر الهجمه؟ هم عندهم شيخو كوياتي وسليف سانيه، وبالتالي الاثنين طبعا مش على مستوى تحضير الهجمه بتاع خليلو كوليبالي يعني الاثنين، فدي هتبقى مشكله عند منتخب السنغال. سهل جدا ان بغداد بونجاح يعمل عليهم عمليه الضغط ويغلطهم سواء سليف سانيه او شيخو كوياتي. هل مدرب جمال بالماضي هيفكر ان هو يقرب مثلا من سليف سانيه زي ما عمل مع خليلو كوليبالي ومنع ان هو يبني الهجمه، فسليف سانيه هو الاقوى شويه من شيخو كوياتي فيبدا يقرب منه؟ انا اعتقد ان يعني بغداد بنجاح لما يضغط على الاثنين هيغلط الاثنين. ده عندهم ده مشكله كبيره جدا سيواجه المنتخب السنغالي في المباراه القادمه تحديدا لعدم وجود كوليبالي. وخد بالك شيخ سنين شيخو كوياتي، شيخو كوياتي هيبقى موجود لكن ده مش مكانه اساسا، ده ارتكاز يعني، هو اساسا ارتكازه مرجعه مكان اللي اتصاب في الاول اسمه ايه اللي اتصاب سليف سنين فهي فعندك انت يبقى عندك اثنين ما بيلعبوش في استوبارات اساسا. بس سليف سنين اصلا مساك كويس يعني بيلعب في شالكه الالماني، هو يعتبر الافضل شويه من شيخو كوياتي
بس فطبعا دي هتعمل مشكله كبيره جدا. بغداد بنجاح ده انت بتنصح ان هم يضغطوا على الاثنين؟ يضغطوا طبعا، لان هيبقى في انت برضو مشكله تحضير الهجمه، خاصه ان حارس السنغال على مستوى تحضير الهجمه مش عالي، مش عالي قوي صح. فدي هتعمل مشكله كبيره في حته بناء الهجمه لمنتخب السنغال، وهيغلطهم بغداد بنجاح. طيب هنري سافي واسماعيل بن ناصر، الاثنين دول برضو، خصوصا اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر ابهرني في البطوله دي. الاثنين يعتبروا بيكملوا، يعني اثنين لعيبه وسط بوكس تو بوكس بيكملوا لقدام. الاثنين عندهم الميزه دي. يمكن اسماعيل بن ناصر لعب 6 مباريات عنده 2 اسيست، هنري سافي لعب 5 مباريات ولا اسيست، بس صنع فرص اكتر من اسماعيل بن ناصر، صنع 9، اسماعيل بن ناصر 6. التمريرات الطوليه عند هنري سافي 17، اسماعيل بن ناصر 12. المراوغات الناجحه عند اسماعيل بن ناصر اعلى، هو لعيب حريف عنده 16 مراوغه ناجحه، وده من اللعيب من اكتر اللعيبه في البطوله اللي عامله مراوغات ناجحه، برضه مع ساديو ماني يمكن اكتر لعيب في منتخب الجزائر يعتبر كده 16 مراوغه ناجحه. هنري سافي يعني هو مش مهاري زي اسماعيل بن ناصر، عامل 2 مراوغه ناجحه بس، ولكن هو مميز اكتر بصناعه الفرص ولعيب جماعي وبيسدد الضربات الثابته، حتى كمان يمكن هو في ضربه الجزاء الاخيره هو يعتبر ثاني واحد متخصص في ضربات الثابته، ولكن هو ضربات الجزاء ولكن هو ضيعها في الماتش الاخير. بالنسبه للفوز بالالتحامات، الفوز بالالتحامات هنلاقي ان اسماعيل بن ناصر فاز ب 35 التحام، اذا اسماعيل بن ناصر اعلى في الفوز بالالتحامات، اعلى في المراوغات الناجحه، اعلى في التدخلات الدفاعيه، واعلى في الاسيست. ولكن هنري سافي برضو ارقامه قويه، يعني الاثنين يعتبروا راح ميلان، لا الميلان خلاص هو هيخش تشكيله البطوله، اكيد هيخش تشكيله البطوله. الجزائر هتلاقي معظم لاعبي المنتخب الجزائري في التشكيله الرئيسيه للبطوله. طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين رايس مبولحي والفريد جوميز حارس السنغال وحارس الجزائر. طبعا يمكن الحراسه الحارس الكبير دايما بيصنع الفارق لفريقه، زي ما شفنا محمد الشناوي صنع الفارق مع منتخب مصر، ففي مباراه زي دي نهائيه حارس المرمى هيفرق بشكل كبير جدا. يعني رايس مبورحي خبره اكتر، عنده 33 سنه، لكن الفريد جوميز 25 سنة. وهو بالنسبه لي كان مفاجاه البطوله، لان هو اخذ في الاخر، يعني لعب اخر 4 مباريات بيلعب في سبال الايطالي، حارس برده كبير، يمكن هو الحارس الوحيد في البطوله اللي ما دخلش فيه ولا هدف. 4 مباريات 4 كلين شيت، وده برده هيفرق معاه غياب كولوبالي، ممكن يكسر الرقم ده. معدل التصديات في المباراه الواحده، رايس مبورحي لعب 6 مباريات وحافظ على نظافه شباكه 4. معدل التصديات السيفز في المباراه الواحده هنلاقي ان 2.5 عند حارس السنغال و2.2 عند حارس الجزائر. أيوه. نسبه النجاح في التصديات 100% عند حارس السنغال وما دخلش فيه ولا هدف، رايس مبولحي 87% ودخل فيه هدفين. لا بس لعب مباريات اكتر، مباريات اكتر، لعب ماتشين اكتر، 6. فده برضو بياكد ان لا الحارسين كبار، والحارسين يعني هيكون لهم دور كبير جدا في مباراه النهائي. مين الاقرب لحسم هذه البطوله من وجهه نظرك او بالارقام؟ بلاش الجزائر. الجزائر الأقرب. الجزائر اولا غياب كولوبالي هيفرق جدا مع السنغال. الجزائر عندهم روح اكتر، عندهم المدرب بتاعهم اعلى من اليو سيسي جمال بالماضي، لعب عليهم مباراه دور المجموعات بشكل مميز جدا، وعرف ان هو يخلي كولوبالي ما يحضرش الهجمه بشكل كويس، عارف ان هو يعمل عليهم ضغط عالي من بدري، هو عارف ان قدرات السنغال في القدرات الهجوميه اعلى من دفاعه، فيخليهم قدام احسن، فخليهم يضغط عليهم من قدام بحيث ان انت تمنع الضغط ان هو يجي لك، تمنعه من بدري. فده اللي عمله، واعتقد ان هو هيعمل كده تاني، برضه هيضغط عليهم ببغداد بنجاح، بيوسف البلايلي، عندهم رياض محرز، يوسف البلايلي، عندهم دكه اكتر، دكه افيد كمان، يعني تحس ان اليو سيسي ما بيعرفش يستخدم الاوراق برضه بشكل مميز زي جمال بالماضي، الاوراق الرابحه بتاعه دكه البدلاء، فدي يعني يمكن دي تدي له ميزه اكتر، جمال بالماضي عن اليو سيسي. انا شايف ان الجزائر اقرب لللقب لانهم عندهم روح، عندهم مدرب اقوى بكتير في التغييرات، في قرايه الملعب، عندهم عزيمه. يمكن برضه هم انا شايف ان يوسف عطال غيابه هيفرق، ليه؟ لان الناحيه دي ساديو ماني، فساديو ماني لما هيلعب عليه مهدي زيفان دي برضه هتبقى نقطه برضه لصالح السنغال. يعني زي ما قلنا ان غياب خليلو كولوبالي يفرق مع السنغال ولصالح الجزائر، غياب يوسف عطال ناحيه اليمين وهيلعب مكانه مهدي زيفان دي نقطه مهمه جدا لصالح ساديو ماني لما يقابل، لان احنا شفنا ساديو ماني حتى عمل ماتش كبير قوي على عطال، يوسف عطال، في مباراه دور المجموعات لما يلعب عليه مهدي زيفان، ولكن مهم جدا 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 لمنتخب الجزائر ان هو يخلي باله من لعبه. خد بالك كمان مشكله كبيره، لانه ساديو ماني بيلعب في نفس الناحيه اللي بيلعب فيها رياض محرز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان رياض بيلعب ناحيه اليمين اللي هي مع يوسف، ما بيدافعش. وبالتالي وخلي بالك افضل حاجه في المنتخب السنغالي هي الناحيه الشمال، اللي يوسف سبالي وساديو ماني
فهتبقى فيه لا شطرنج الماتش ده. وانا دي اللعبه اللي بقول لحضرتك عليها، ان ساديو ماني هيدخل يخش لجوه، ويوسف سبالي دايما يعني هيسحب معاه مهدي زيفان. دي اللعبه الوحيده اللي مهمه جدا. ليه بقى بيعملها من هنا تحديدا؟ عشان هو عارف ان رياض محرز مش هيرجع معاه كل ده، فدي هتفرق لازم جدا. لازم ياخد باله السيرد باك او اللاعب رقم 6 او 8 اللي هو اسمه ايه الديفندر، واحد من الاثنين الديفندرين لازم يبقى ميال كتير الناحيه اللي انت بتقول عليها دي. طبعا عدلان كديوره. فدي نقطه مهمه جدا، دي النقطه الخطر الوحيد على منتخب الجزائر، هي النقطه دي. ان ساديو ماني يدخل للعمق وياخد معاه مهدي زيفان، والمساحه دي ينطلق فيها مين؟ اللي هو يوسف سبالي، ويسدد على رئيس مبولي. خاصه مع غياب يوسف عطال، دي النقطه الوحيده اللي تقلق منها على منتخب الجزائر. ولكن من وجهه نظرك ان الجزائر هي الاقرب للوصول الى هذه البطولة، خاصه كمان مع الدعم الجماهيري اللي هيجي. مع الدعم الجماهيري هتلاقي الاستاد ان شاء الله مقفول متقفل يعني، فاعتقد ان الجزائر هتكون اقرب ان شاء الله. تمام، كل التوفيق طبعا لمنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي ان احنا نشوف مباراه كويسه ما بين الفريقين. الحقيقه بس عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار التي